نتواجد في شارع صلاح الدين في المحافظة الوسطى لقطاع غزة، حيث في هذا الشارع كانت تتواجد الآليات الإسرائيلية وتراجعت منه منذ أيام، لكنها تركت دمارا كبيرا حل في المنازل التي كانت تقع على هذا الشارع، إضافة إلى الأراضي الزراعية والمنشآت التجارية. نتحدث الآن مع صاحب منشأة تعرضت لدمار كبير جدا بعدما كانت تتواجد الآليات أو بعدما قصفتها الآليات الإسرائيلية. يعطيك العافية، الحمد لله على سلامتكم. إيش اللي صار هنا في المنشأة تاعتك؟ اللي صار زي ما أنت شايفة، اجتاحوا اليهود المنطقة وحرقوا مخازن الخشب. هذول ثلاث مخازن لدار الدرساوي، مخزن لدار أبو الشريخ ومخزن البربراء تبعنا، وكل المحلات في معصرة وكل البركسات، كل مصالح التجار، يعني تعب العمر في ساعة كله راح زي ما انتم شايفين. تفضل صوري حرق، يعني كانت النار بتطفي، الناس حكونا بقولعوها تاني، وين في دار وين في شيء ما يضلش، يعني لا حجر ولا شجر، وكل المخازن وقت معبي خشب. طلع هاي مطرح الربط، كل المخازن هاد مخازن خشب رئيسي، يعني الوسط قطاع غزة الخشب كله محروق، يعني مش باين، رماد ولا فيش اشي ضايل ولا اشي عدل، يعني امر الله ايش نسوي، هم احنا بخير الباقي سهل، يعني ايش نقول. طب هو الجيش بتعمد قصف الاقتصاد وتدمير الاقتصاد الفلسطيني؟ متعمد. انا الناس من الجيران ظلوا هان قالوا لي كل ما بقت النار تطفي ولعوها تاني، يعني حتى كل هذه المنطقه خبب كجرم، مش صواريخ، خبب، يعني تحرق الخشب، عارفين خشب وبلاستيك ومواد قابله للاشتعال ومحطه الغاز، كل مكان في مصالح تجاريه ضربوها، مش حد ضله ما اصلا يعمر هان، يعني ليش متعمد، يعني ضرب مباشر للمصالح كلها، يعني دشر الاراضي والعمال ضبوا في البركسات، وين في بركس خبطوه زي ما انت شايف، يعني مكاننا وبضاعتنا كلها لميناها حديد، يعني كلها انعدمت عدام. الكو سنين بتعمروا بهاي المنشأة؟ هذه جرت من ايام سيدي بن سدر 75، راحت في الساعه، مكان وإشي ومال كله في لحظه، تعب العمر. يعني اذا يتعمد الجيش الاسرائيلي تدمير الاقتصاد الفلسطيني من خلال قصفه واستهدافه لكافه المنشآت التجاريه في قطاع غزه. شروق شاهين، تلفزيون سوريا، قطاع غزه.